ليلة العيد هم يفكون والله متوقع والله انا يعني مثلا قالوا غدا العيد شو اللي غدا العيد يفكني انا في الجنوب ب 2500 طيب اسمع يفكر كيف اروح ايش بيقول بيقول روح هذا العشي مثلا بيقول روحوا ورجعوا لنا ثالث العيد هذه لو تصير صدقني القناه بتكون القناه الوحيده في العالم تعاطفا وجمالا وشهرة مع انها الحين ما في حاجة تكون مشهورة لانها من اشهر القنوات في العالم بس انا اقصد انه يعني اذا طلعتنا بتكون من اجمل القناة خاصة المدير القناة المدير يعني زياد الشهري ترى زياد الشهري حنون وامه لو تجي تطلبه وتقول تكفى يا زياد امه لو تجي تطلبه يعني لو تجي ايش؟ تطلبه في عوالها احنا عوالها ام زياد الشهري احنا عوالها احنا عوال ام زياد الشهري تجي تقول تكفى خلي عوالي يعيدون عند اهلهم خلي عوالي يعيدون ويجي هو يقول ها روح يومين يوم انا اطلب يوم ما عاد ابغى يومين ثانية العيد ارجع ظهر تلقاني راقدني في السي والله انت هلك في الرياض انا هلك في الجنوب انا يمكن لا